اولا اول كلمه قبل غياب فضل الموضوع وانه الوقفه يقين الاخوان انها رساله واضحه الى جميع السلطات الاقليميه وعلى راسهم السيد العامل الاقليمي. وكان محظوظين جدا انه الزياره ديال العامل الاقليمي الى مدينه الانصار انه لقد راى هذا المنكر اللي يحدث في هذه المدينه امام اعين جميع السلطات المحليه ديال مدينه تونس وعلى راسهم السيد الباشا هو الذي ربما هو انه الذي عقد الامر الى ما وصل اليه الوضع الان. اذا احنا مؤسسه ديال التاطير مؤسسه اللي كتدافع على الحقوق ديال المطالب اللي مهضومه حقها مثل هاد الاخوان ديال سياره الاجره بالنصار اللي تم احداث واحد المحطه اللي من حقهم يمارسوا فيهم هذا النشاط ديالهم داخل المجال الحضاري انه الظاهر واضح المتعلق بتنظيم هذا القطاع هذا الصنفين من النقل. الصنف الاول خارج المدن الحضاري والصنف الاول خارج المدن الحضاري والصنف الثاني داخل المدن الحضاري. اذا هاد الاخوان اللي جاوا بالقوه للاسف الشديد انه هاد المنظمات اللي كيأطروا مثل هذا النوع وكيدافعوا على الظلم اعتقد انها ما فيهاش الروح الوطنيه اولا لانه كتسبب في الفوضى وكتسبب مجموعه ديال المشاكل للمجموعه ديال المهنيين اللي كيسرقوا القوت اليومي ديالهم وخاصه في هذا الشهر المبارك العظيم. اذا هذه مسؤوليه كيتحملوها هذا الطرف الثاني اللي تهجم ودار حدث محطه بدون سند قانوني واللي كيمارس فيها واحد العمل غير قانوني امام جميع السلطات. وكتشوف لا رجال الامن ولا السلطات المحليه ولا السلطات الاقليميه. اذا اعتقد انه هذه المسؤوليه الكره الان في مرمى ديال السلطات المحليه وخاصه باش مدينه النضور باش مدينه بنينصار وكذلك طبيعه الحال السيد العامل اللي هو مسؤول على الاقليم يجب التدخل عاجلا قبل ان الوضع يتفاقم ووقعوا مشاكل اكثر مما حدث اليوم. اذا السيد العامل وعدنا اليوم بانه هذا المشكل يكون اخر يوم ديالو هو انه يدخل شخصيا باش يحلو وينصف هاد المهنيين اللي كيضروا مرارا وكيستفزوهم هاد الاخوان وكان هاد الاخوان اللي كيمارسوا هاد الظلم واللي كيحرشوا هاد الاخوان وهاد البنطجيه باش يبقاو يتكفسوا على هاد الناس. راه كاين القضاء غنتاجوا القضاء هادوك الناس ونديروهم متابعه قضائيه وحنا في بلاد الحق والقانون. وشكرا تحيه نضاليه للاخوان جميعا. جزاك الله خيرا.